Same minutes, benden yaşlısın. Sesin çok yüksek çıkıyor. سيد فرز Biliyorum. انت اكبر مني سنا يكسك çıkması, وقد استخدمت لغه قويه اشعر بانك ربما تشعر بالذنب قليلا لذلك ربما كنت عنيفا انا اتذكر الاطفال الذين قتلوا على الشاطئ واتذكر قول رئيس الوزراء من بلدكم انهما يشعران بالرضا عن نفسيهما عندما يهاجمان الفلسطينيين بالدبابات واشعر بالحزن حين يصفق الناس لما قلته لان عددا كبيرا من الناس قد قتلوا واعتقد انه من الخطأ وغير الانساني ان نصفق لعملية اسفرت عن مثل هذه النتائج اود الرد عن بعض الملاحظات التي جاءت في مداخلة الرئيس بيريز من المؤسف انه لا يوجد وقت كثير من فضلك اتركني انهي كلامي Altıncı maddesinde der ki teşekkür ediyorum benim için de bundan şükran لنعود الى دافوس بعد هذا انتم لا تتركونني اتكلم وسمحتم لرئيس بيريز بالحديث مدة 25 دقيقة وتحدثت نصف هذه المدة فحسب Let me, if it's easy, turn this over to our host, Prime Minister. Ladies, Professor Schwab. Thank you very much. If you'll stay for one moment, for one minute, please. ومعنا من عمان ليث شبلات رئيس جمعية مناهضة الصهيونية والعنصرية معنا من عمان. سيد شبلات, ما الدلالات السياسية التي تراها في هذا الحادث؟ يعني الدلالات السياسية سؤال عجيب. أنا أرى أمين عام الجامعة العربية مشيك كان موجود معهم, أعتقد نعم كان موجود. أين العالم العربي؟ الدلالات السياسية, العالم العربي غائب. أمين عام الجامعة العربية يمثل جميع الدول العربية وليست الدول المطبعة. كيف يجلس مع بيريز وكيف يرضى أن يبقى ولا ينتصر لأردوغان الذي ينتصر للعروبة وللإنسانية؟ يعني العرب أصبحت قياداتهم عند أردوغان وعند شافيز وعند بوليفيا. ما هذا العيب؟ أين شو هالقيادات العربية؟ لا أريد أن أتلفظ بألفاظ غير لائقة على التلفزيون. يعني مع ذلك, يعني هل تعتقد بأن ما جرى يتجاوز مجرد حادث بروتوكولي في جلسة لم يسمح له فيها بالحديث أردوغان؟ لا, واضح أن توجه أردوغان وحزبه وتركيا يتقدم أكثر وأكثر نحو المواقف الحرة المستقلة في الاستقلال عن في الخروج من الإرث التركي الحديث. يعني سألني أحدهم مرة لماذا انتقدت موقفنا نحن الإسلاميين ومدحت موقف أربكان من يسبق هذا واتخذنا نفس الموقف. قلت له هؤلاء يخرجون من القبو, وصلوا إلى من قبو العلمانية التركية الأتاتوركية الظلمانية ووصلوا للطابق الأول, وأنتم تنزلون من الطابق العاشر في بلاد عربية الإسلامية إلى الطابق الأول. موقفكم المتماثل يمدح لهم ويذم لكم. هؤلاء موقفهم يتقدم أكثر وأكثر نحو ما هو صحيح, بينما نحن قياداتنا الرسمية وقياداتنا الشعبية للأسف تتراجع. يعني أنت اعتبرت أن مجرد بقاء السيد عمرو موسى بعد خروج أردوغان حملته دلالة سياسية كبيرة في السياسة؟ مجرد بقائه أنا أتساءل ماذا يعمل. هل الجامعة العربية قد اعترفت بإسرائيل؟ هل طبعت؟ كيف يسمح لنفس المجلس, كيف تسمح الدول العربية المزعومة التي لم تعترف بدورة العدو وهي تعترف بها سرا أن تسمح لأمين الجامعة العربية أن يجلس مثل هذه الجلسة؟ أردوغان يستطيع أن يجلس لأن بلاده تركيا معترفة بدولة العدو منذ 48. يعني عفوا, احتجاجكم هو على جلوسه منذ البداية, ليس فقط عدم مغادرته مع أردوغان؟ يعني
عدم مغادرته يزيد الطين بلة. يمثل الحالة الرسمية العربية التي لا تغضب. نحن مقبلون على نتنياهو قادم للعالم العربي لكي يدوس على هؤلاء المنبطعين، وهم لا يدرون ماذا يفعلون. هؤلاء الذين لا يريدون لشعوبهم أن تتكلم، هؤلاء سيدوس عليهم نتنياهو ويفرض عليهم الحل الذي يريد، وهذا عمر موسى يمثلهم. هل تعتقد في كحصيلة عامة أن هذا الحادث الذي جرى في دافوس سيكرس المكانة التي افتكتها تركيا في حرب غزة الأخيرة؟ طبعا هي وشافيز وبوليفيا، وستتقدم الدول حتى يصحو العالم العربي لكي يلتحق بالعالم الإنساني، لأن العالم العربي انحط إلى ما دون الإنسانية، عليه أن يلتحق بالإنسانية ثم يتقدم نحو العروبة التي تقود الإنسانية. شكرا لك سيد ليث شبلات، رئيس جمعية مناهضة الصهيونية والعنصرية، كنت معنا من العاصمة الأردنية. دعا